بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات صف ثالث ثانوي، النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم مع بعض عن بعض دروس النحو العربي إن شاء الله بإذن الله تعالى من الوحدة الثانية. هنتكلم مع بعض النهاردة إن شاء الله عن اسم المفعول، وإن شاء الله عن اسم التفضيل، واسم الزمان والمكان، وأيضا اسم الآلة، وإن شاء الله نتمرن عليهم، وبإذن الله تكون حلقة مفيدة بإذن الله تعالى لكل أبنائنا وبناتنا طلاب الثانوية العامة. نبدأ على بركة الله يا أولاد. نتكلم النهاردة عن اسم المفعول. طبعا سبق قبل كده وأخذنا اسم المفعول في صف ثالث الإعدادي، بس خدناه كصياغة فقط لا غير. خدناه برضو في الصف الأول الثانوي، خدناه صياغة وإعمال. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى بنعمل عملية مراجعة استرجاع معلومات لاسم المفعول كصياغة وإعمال، وأيضا بنتمرن عليه إن شاء الله بإذن الله. اسم المفعول في اللغة العربية هو إيه؟ اسم المفعول هو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول، سواء كان الفعل الثلاثي أو غير الثلاثي، للدلالة على من وقع عليه الفعل أو من وقع عليه فعل الفاعل. يبقى اسم المفعول اسم مشتق، وتحت الكلمة اللي هقولها حط 100 خط. اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول، إذن يختلف عن اسم الفاعل وعن صيغة المبالغة، فهو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول، سواء كان الفعل ده ثلاثيا أو أكثر من ثلاثة أحرف، طبعا للدلالة على من وقع عليه الفعل. طريقة صياغة اسم المفعول بسيطة جدا. أولا يصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي أولا الصحيح الذي ليس به حرف علة على وزن مفعول. نقول مثلا شهد مشهود، أقول كتب مكتوب، شد مشدود. بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا، ابني وبنت طالب الصف الثالث، لما يجي يطلب منك مثلا من المثال اللي هو مدهولك أو السؤال اللي مدهولك ويقولك هات الفعل الماضي من اسم المفعول كذا ويحط لك تحت خط، لازم تعرف كويس جدا انك لازم تجيب الفعل الماضي المبني للمجهول. يعني مثلا المفروض هنا شهد مشهود، شد مشدود، كتب مكتوب. ما تنساش ان اسم المفعول بيصاغ من الفعل الثلاثي او غير الثلاثي المبني للمجهول اساس. خلي دي في دماغك كويس جدا. اذا لما تيجي ترد اسم المفعول لماضيه ترده للفعل الايه؟ الماضي المبني للمجهول. طيب، طب في عندنا اكتر من حاله بالنسبه لي الاسم المفعول. طب اذا كان الفعل اللي عندي ده، احنا قلنا طبعا لو كان الفعل اللي عندي صحيح 100% بيكون اسم المفعول منه على وزن مفعول. طب اذا كان الفعل اللي عندي معتل الوسط بالالف، اجوف، قال، باع، ضاع، عاد الى اخره، قال يكون اسم المفعول منه برد حرف العلة الى اصله. الاصل ده ممكن يكون واو وممكن يكون ياء. طبعا مفيش حرف علة اصلي اساسه الف، لازم الالف دي منقلب عن حاجة من اتنين، يا اما واو يا اما ياء. ثم بعد كده بنحذف واو كلمة مفعول، تمام، ويكون الصيغة اللي عندي على الوزن ده بكلمة مفعول من غير حرف الواو اللي هي مفعول او مفعل، زي ما تيجي تيجي معاك. مثلا نيجي نقول على سبيل المثال كلمة قال، لما نيجي نجيب المضارع عشان نعرف اصل حرف العلة هتبقى يقول. يبقى اسم المفعول منه ايه؟ المفروض الطبيعي علشان تكون ثلاثي على وزن مفعول يبقى مقبول. ملاحظ معايا ابني وبنتي ان الواو هنا متكررة مرتين، في صعوبة في النطق، ولذلك وجب حذف واو كلمة مفعول فتقول كلمة يقول اسم المفعول منها مقول بواو واحدة فقط لا غير. طبعا هي علشان فعل معتل اجوف. نفس الكلام لو قلنا يا أولاد مثلا على سبيل المثال نال ينول تبقى منول، تمام؟ طيب لو كان الأصل اللي عندي ياء مش الأصل اللي عندي واو، برضو هي هي، هرد حرف العلة إلى أصل اللي هو الياء، وأيضا أحذف واو كلمة مفعول. أقول مثلا باع مضارعه يبيع، اسم المفعول منه المفروض مبيوع، مبيوع، لكن طبعا مستحيل تتنطق بالطريقة دي، فنشيل حرف الواو بتاع مفعول والحرف المقابل ليه، هتبقى ايه؟ مبيع على وزن ايه؟ مفعول، ولكنها ايه؟ شاذة طبعا علشان الفعل معتل الايه؟ الوسط. زيها كده مثلا ضاع يضيع تبقى مضيع، تمام. اذا دلوقتي قلنا ان اسم الفاعل لو هو صحيح وثلاثي يكون على وزن مفعول، لو الفعل اللي عندي معتل الوسط يعني اجوف على طول برد حرف العلة الاصل سواء كان الاصل ده واو او الاصل ده واو ياء،
واحذف واو كلمة مفعول ودينا مثال قلنا قال يقول يبقى مقول، باع يبيع مبيع، ضاع يضيع مضيع، وهكذا. طيب طب تعالوا نفترض لو ان الفعل اللي عندي ثلاثيا ولكنه معتل للاخر ناقص يعني ومعتل للاخر بالالف، نعمل ايه؟ برضو اول حاجة قال لي لازم نرد حرف العلة الى اصله. حرف العلة نرده الاصله، احنا عرفنا دلوقتي الاصل حاجة من اثنين يا اما الواو يا اما الياء، تمام. طب لو كان اصله واو، قال نضغمها ونضعفها مع واو كلمة مفعول، ويبقى اسم المفعول من الكلمة دي على وزن مفعول. ليه؟ انا اقول مثلا على سبيل المثال الفعل دعا، هات منه المضارع عشان تعرف اصل حرف العلة، يدعو، يبقى اسم المفعول منه مدعو على وزن مفعول. هنا عملنا ايه؟ ردينا حرف العلة لاصله وهو الواو وضعفناها ضغمناها في واو كلمة مفعول، تمام، اصبحت الواو مضاعفة، يبقى اذا خمس حروف قصاد خمس حروف، يبقى كلمة مدعو على وزن مفعول. زي مثلا لما اجي اقول على سبيل المثال مثلا لو كانت ياء مثلا على سبيل المثال، احنا قلنا لو كان اصلها واو اللي هي زي كلمة دعا او رجا مثلا، هنقول يرجو يبقى مرجو على وزن مفعول. طب لو كان الاصل اللي عندي ياء، لو كان الاصل اللي عندي ياء عادي جدا نفس الكلام، هنقلب واو مفعول لياء مثلها عشان تتناسب مع حركتها ويكون برضو على وزن مفعول. اقول مثلا على سبيل المثال جرى يجري مجري، او سعى يسعى يسعى مسعي، اقول بنى يبني مبني، وهكذا. طبعا ما اقدرش اقول لو انا مشيت بالكلمه على طبيعتها علشان تكون على وزن مفعول كان المفروض اقول مبنوي، طبعا ما تنفعش كلمه مبنوي، وبالتالي هنا على طول بنقلب واو حرف الواو بتاع كلمه مفعول الى ياء ونضغمها في ياء كلمه مبيع، هتبقى ايه؟ مبني، بنى مبني، جرى مجري، سقى مسقي، سعى مسعي، وهكذا. اذا كده ابنائي وبناتي اتكلمنا عن صياغه اسم المفعول من الفعل الثلاثي. نعيد تاني سريعا عشان خاطر نركز مع بعض وما نغلطش واحنا بنستخرج اسم المفعول من بين البدائل اللي موجوده عندنا في السؤال ان شاء الله باذن الله تعالى اخر السنه. قلنا اسم المفعول بمنتهى البساطة اسم مشتق من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي، المبني المجهول للدلالة على من قام بعمل الفعل، بيصاغ من الفعل الثلاثي الصحيح 100% على وزن مفعول، زي شرب مشروب، ضرب مضروب، طبعا المفروض نقول شرب، وضرب مضروب، تمام، ومشروب، وهكذا. طب لو كان الفعل اللي عندي معتل الوسط يعني أجوف، قال نرد حرف العلة الأصل الواو أو الياء ونحذف واو كلمة مفعول ونمشي الكلمة عادية جدا. ودينا مثالين، قلنا مثلا قال يبقى يقول يبقى مقول على طول، ما اقولش مقول، اقول مقول. زيها بالظبط لو قلت باع يبقى ايه؟ يبيع يبقى مبيع، تمام، ما اقولش مبيوع، لا اقول مبيع على طول. طيب لو كان الفعل اللي عندي معتل الاخر قلنا بالالف يعني فعل ناقص، نعمل ايه؟ قال لي برضو اول حاجة ترد حرف العلة لاصله، ممكن حرف العلة ده يكون اصله واو او اصله ياء، بسيطة جدا. قال لو اصله واو حطها على واو كلمة مفعول وحط شدة، زي لما قلنا دعا يدعو مدعو، رجا يرجو مرجو، وتكون على وزن مفعول. طب لو كان اصله ياء، بسيطة برضو، شيل واو كلمة مفعول اللي بهالها ياء عشان تتناسب مع حركتها وحطهم على بعض وبرضو يكون على وزن مفعول. زي لما اجي اقول مثلا على سبيل المثال جرى يجري مجري، سعى يسعى مسعي، وهكذا. طب حد يقول لي يا مستر طب دلوقتي كلمه مسعي ازاي على وزن مفعول؟ طبعا هي النطق مختلف معك عشان ده شاذ، علشان ده معتل للاخر مش اكتر من كده، لكن نفس الحروف هي خمس حروف خمس حروف، لو عديتهم كلمه مبني هي خمس حروف، كلمه مدعو خمس حروف، زي كلمه مفعول ايضا خمس حروف. ده لو كان الفعل يا اولاد ثلاثيه. طيب تعالوا نبص لو كان الفعل غير ثلاثي بقى. قال لو كان الفعل غير ثلاثي يصاغ اسم المفعول منه بابدال حرف المضارعه من مضموم وفتح ما قبل الاخر، اللي هو طبعا بياتي على وزن المضارعه، ونبدل ياء المضارعه من مضمومه ونفتح ما قبل الايه؟ الاخر. طب ندي مثال كده، لما اقول انطلق يبقى ينطلق، لما اجيب الناس المفعول يبقى منطلق، ما ننساش ان انا بقول ينطلق عشان اصلا اسم المفعول زي ما بقول وبكرر باستمرار عشان ما ننساش، اسم المفعول بيشتق من الفعل المبني للمجهول، عشان لما يطلب مني ارد اسم المفعول لفعله اجيبه مبني المجهول، يبقى ينطلق، يبقى اسم مفعول منه ايه؟ منطلق من مضمون مفتوح ما قبل الاخر. زيها كده مثلا يستعين، يبقى لما اجيبها مبني المجهول يبقى يستعان، تبقى مستعان. زيها بالظبط يدرب، يبقى يدرب، يبقى مدرب، وهكذا. خلي بالك معايا من الملحوظة المهمة جدا برضو قبل ما ندخل في الإعمال عشان نبقى برضو فاهمين كويس جدا وما نتلخبطش. اسم المفعول قد يذكر، قد يؤنث، قد يفرد، قد يثنى، قد يجمع، ولا أي حاجة بالمرة، عادي جدا مش أي مشكلة.
جرد الجسم المشتق نفسه من الزيادات اللي عليه يجي لك المشتق نفسه بنفس الوزن، ما فيش اي مشكله خالص. يعني مثلا لما اقول فهم اسم المفعول منه مفهوم، طب انا لو قلت مفهومه ولا حاجه شيل التاء المربوط بقت مفهوم على وزن مفعول، طب لو قلت مفهومان على انها مثنى شيل الف والنون تبقى مفهوم على وزن مفعول، طب مفهومتان هي نفس الكلام، طب مفهومون نفس الكلام، مفهومات نفس الكلام، تمام، مفاهيم برضو نفس الكلام. يبقى اذا بالتالي اي حاجه على المشتق ما تاثرش فيه، ممكن المشتق ده ممكن يؤنث، ممكن يذكر، ممكن يفرد، ممكن يثنى، ممكن يجمع، ولا يؤثر في المشتق بالمره. طيب نقطه برضو مهمه جدا خلي بالك منها، دايما بنتسال السؤال ده يا مستر، هو اسم المفعول بيعرب ايه؟ اسم المفعول زيه زي اي مشتق من المشتقات بيعرب حسب موقعه في الجمله، يقع في اي موقع اعرابي، ايه المشكله؟ المشكله في المعمول اللي بعديه، لكن هو يقع في اي موقع اعرابي كان. اقدر اقول مثلا الباب مفتوح، اهي مفتوح اسم مفعول اعرابها ايه؟ طبعا الباب مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه الظاهره على اخره، وكلمه مفتوح خبر مرفوع علامه الرفع الضمه الظاهره على اخره، وقعت ايه؟ وقعت على طول اسم ايه؟ خبر مرفوع علامه الرفع الضمه، مفيش اي مشكله بالمره، مفيش اي حاجه بالمره. ممكن اقول مثلا المعروف طبعه عظيم، المعروف ان اسم في اول كلام مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، مفيش اي مشكله بالمره. يبقى اذا اسم المفعول زيه زي بقيه المشتقات بيعرب حسب الموقع في الجمله. طيب تعالوا نتكلم بقى على اعمال اسم المفعول. هل اسم المفعول بيعمل عمل فعله؟ نعم، زيه زي اسم الفاعل، زيه زي صيغه المبالغه بنفس الشروط، هي بدون اي تغيير، ولكن مع ملاحظه شيء مهم جدا، ان اسم المفعول بيشتق من الفعل المبني للمجهول وبعيد وبكرر، لان لو بصينا على اسم الفاعل وصيغه المبالغه بيشتق من فعل مبني المعلوم، مفيش اي مشكله بالمره، يبقى يجي اللي بعدها يا فاعل يجي مفعول، يجي مفعول تاني، مفيش مشكله. لكن اسم المفعول بيشتق من فعل مبني للمجهول زي ما هنعرف دلوقتي. طبعا اسم المفعول بيعمل عمل فعله المبني للمجهول كالتالي: بيرفع بعده نائب فاعل، ده لو كان فعل متعدي لفعل واحد فقط لا غير، زي لما اقول مثلا على سبيل المثال هذا الرجل يحترم رايه، لما نيجي نحول يحترم الى اسم مفعول يبقى اقول هذا رجل محترم رايه، محترم رايه، يبقى رايه هنا نائب فعل مرفوع بالضم، لان الفعل او اسم المفعول محترم جاي من الفعل يحترم، ويحترم فعل طبعا متعدي لايه؟ لمفعول واحد. طيب قد يرفع اسم المفعول نائب فاعل وينصب مفعول به تاني، تمام؟ امتى؟ لو كان اسم المفعول مشتق من فعل متعدي المفعولين، طبعا المفعول الاول بيبقى هو نائب الفاعل، والمفعول التاني هو بيبقى المفعول الموجود في الجملة. اقول مثلا على سبيل المثال هل يمنح الجار حقه؟ هل يمنح الجار حقه؟ لما نيجي نجيبها بقى اسم مفعول هقول هل ممنوح الجار حقه؟ طبعا لو بصينا هنا على كلمة ممنوح اسم مفعول، طبعا مشتق من فعل متعدي المفعولين، طبعا ليس اصله مبتدا والخبر اللي هو الفعل منح، الله ينور عليكم، وكلمة الجار هتبقى نائب فاعل مرفوع بالضمة لاسم المفعول، وكلمة حقه مفعول به ثاني منصوب علامة النصب الفتحة والهاء، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذا اسم المفعول بيعمل عمل فعله المبني المجهول، يرفع بعده نائب فعل لو كان متعدي المفعول واحد، ممكن يرفع نائب فعل بعده وينصب مفعول به تاني لو كان الفعل متعدي لمفعولين، سواء كانت من الافعال اللي اصلها اللي بتنصب مفعول اصلها المبتدا والخبر، او الافعال التي تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والايه والخبر. طيب تعالوا نتعرف على الشروط بتاع اعمال اسم المفعول علشان نظبطها كلنا مع بعضها، لكن تعالوا برضو نبص على حاجه كده مهمه جدا برضو خلي بالك منها. طب افترضنا ان الفعل اللي عندي فعلا لازما، يعني الفعل اللي انا جبت منه اسم المفعول ده فعل لازم ملوش مفعول به، طب اللي بعديه فين وفين المعمول بتاعه؟ يعرب ايه المعمول اللي بعديه؟ او يعرب ايه الجار والمجرور مثلا او الظرف اللي جاي بعديه؟ بصوا معايا كده بمنتهى البساطه، بقول يصبح الجار والمجرور او الظرف نائب فاعل اذا كان فعله لازما. لما اقول الحق يعتمد عليه، تمام، يصح ان نقول فيها لما اجي احول الفعل المضارع المبني المجهول ده لاسم مفعول اقول الحق معتمد عليه. في الحالة دي يبقى الجار والمجرور في محل رفع هنا نائب فاعل، هي معمول كلمة معتمد اللي هي اسم الايه؟ المفعول. طيب ملحوظة برضو مهمة جدا عشان برضو ابنائنا يبقوا عندهم وعي بالافعال اللي بتنصب مفعول اصلهم وليس اصلهم مبتدا والخبر. طبعا من الافعال اللي بتنصب مفعولين اصلهم المبتدا والخبر عند الفعل ظن، الفعل حسب، الفعل زعم، الفعل خال، جعل، علم، رأى، وجد، دي افعال بتنصب مفعولين اصلهم المبتدا والخبر.
طيب تعالوا نبص على الافعال اللي بتنصب مفعولين ليس اصلهم المبتدا والخبر. من الافعال اللي بتنصب مفعولين وليس اصلهم المبتدا والخبر عندي الفعل اللي بيسموه افعال المنح والعطاء، فعل اعطى، منح، منع، كسى، البس، وايضا سال من الافعال التي تنصب مفعولين وليس اصلهم المبتدا والايه والخبر. طيب تعالوا نشوف بعد كده، بيقول كمان هناك افعال قد ياتي منها اسم الفعل والمفعول متشابهين في كل حاجه بنفس الصوره. طيب افرق ما بينهم ازاي؟ يعني مثلا لما اقول اختار، احتاج، اشتاق، اعتد، اعتذر او اعتز، الافعال دي كلها يتساوى فيها اسم المفعول والفعل بنفس الشكل ونفس الصوره. اعرف ازاي؟ بمنتهى البساطه، كلنا عارفين ان اسم الفعل بيشتق من فعل مبني للمعلوم، فاذا عرف الفاعل في الصيغه يبقى اذا ده اسم فاعل، اما اذا لم يعرف الفاعل في الصيغه اذا ده اسم مفعول. طب ندي مثال كده، لما اقول مثلا اختار، لما اجيب من اسم المفعول واسم الفاعل الاثنين بمعنى واحد، الاثنين بمعنى واحد، الاثنين مختار. طيب لما اجي ابص كده على كلمه مختار، تمام، لما اقول المعلم مختار الطالب، هنا على طول وانا مغمض كده كلمه مختار هنا اسم فعل ولا مفعول؟ لا على طول اسم فعل، لان انا عرفت هنا مين اللي اختار الطالب، تمام، وبالتالي هي اسم فعل. طيب لما اجي اقول مثلا الطالب مختار من المعلم او من قبل المعلم، لا هنا اسم مفعول، لان على طول هنا الفعل مبني او الفعل هنا مش موجود والفعل مبني المجهول، يبقى اذا بالتالي وانا مغمض دي اسم ايه؟ مفعول. يبقى اذا بالتالي لو عرفنا مين الفاعل في الصيغه اذا بالتالي ده اسم فاعل، واذا لم نكن نعرف الفاعل مبني المجهول يعني، يبقى اذا بالتالي ده اسم ايه؟ مفعول. فلما اجي اقول مثلا من اختار مختار، احتاج محتاج، اشتاق مشتاق، اعتد معتد، اعتز معتز، كلهم بنفس الايه؟ بنفس الشكل، هتلاقي اسم الفاعل منها زي اسم المفعول. نفرق ما بينهم من سياق الجمله نفسها ومن معناه. معنى الجمله اللي عندي هتقول لي ده اسم فاعل ولا ده اسم مفعول. لو كان الكلمه اللي عندي زي ما قلت الفاعل فيها معروف يبقى اذا دي اسم فاعل، اذا لم يكن الفاعل معروف يبقى اذا دي اسم ايه؟ اسم مفعول. دي شويه ملاحظات مهمه جدا لطلبه الثانويه العامه لازم تاخد بالك منها كويس جدا عشان ما تتلخبطش. طيب نيجي نبص على الشروط كده اللي بيعمل بيها اسم المفعول عمل فعله المبني المجهول. بقول يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول كما يلي. نمره واحد، قال ان كان اسم المفعول اللي عندي ده معرفا بقال يعمل مطلقا بلا شروط، سواء دل على الماضي او الحال او الاستقبال، ما تفرقش عندي في حاجه. طيب طب لو كان اسم المفعول اللي عندي نكره زي اسم الفعل بالظبط وصيغه المبالغه، على طول يعمل بشرطين اساسيين، هما نمرة واحد انه يدل على الحال والاستقبال، ما يدلش على زمن الماضي. نمرة اتنين ان اسم المفعول يعتمد على، يعني يسبق به واحد من خمسة، يا اما يسبق بمبتدأ، يا اما نفي، يا اما وصف، يا استفهام، يا اما نداء. نفس الشروط هي هي، لو لاحظتوا هتلاقوها هي هي الموجودة في اسم الفعل وايضا في صيغة المبالغة. الفرق الوحيد في الصيغة وطريقة اعراب المعمول اللي جاي بعد كده. تعالوا نبص كده على الامثلة ونشوف ونعلق على كل الكلام الموجود. لما اقول المغلق عقله منبوذ، المغلق عقله منبوذ، لما نيجي نبص على اسم المفعول عندي هو الفعل ايه؟ هو كلمة المغلق من الفعل الغير الثلاثي اغلق، تمام، حالته مقترن بقال، معرف بألف ولام، اذا يعمل مطلقا سواء دل على الماضي او الحال او الاستقبال، مفيش اي اختلاف بالمرة، وبالتالي كلمة عقله هنا هي المعمول بتاعه، اعرابها طبعا نائب فاعل مرفوع، وعلامة الرفع هنا الايه؟ الضمة الظاهرة، والهاء طبعا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، تمام. مثال آخر على اسم المفعول لو كان نكرة، لما أقول العالم مقدرة جهوده، العالم مقدرة جهوده، بص معايا على كلمة مقدرة هتجد إن هي اسم المفعول من فعل أيضا غير ثلاثي، تمام، حالته هنا اللي قدامي إيه؟ طبعا مجرد من ال، ما فيهوش ال خالص أهو، نكرة. طبعا هنا عامل ولا غير عامل؟ طبعا 100% عامل، أولا لأنه الشرطين الأساسيين في النكرة موجودين، أولا كونه يدل على الحال والاستقبال، ليس هناك ما يدل على زمن الماضي، إذا دل على الحال والاستقبال. الشرط الثاني إنه معتمد على حاجة من خمسة، إيه الشيء اللي هو معتمد عليه هنا؟ تمام كده، معتمد على مبتدأ، فالعالم مبتدأ مقدرة خبر، وبالتالي هو معتمد على مبتدأ. طيب معموله فين؟ طبعا كلمة جهوده تبقى نائب فاعل مرفوع، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، والهاء كالعادة ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طبعا الشرطين زي ما قلت اتحققوا. طيب ناخد مثال كمان، لما أقول حضر معلم مفهوم شرحه، حضر معلم مفهوم شرحه،
بص عندي على الجملة اللي قدامك هتجد ان كلمة مفهوم هي اسم المفعول اللي قدامك، وطبعا مشتق من فعل ثلاثي، تمام، مفهوم جاي من الفعل فهم. حالته هنا برضو مجرد من قل. طب هل عامل ولا غير عامل؟ تعالوا نطبق ونشوف الشروط موجودة ولا لا. لو بصينا هنجد اولا ان اسم المفعول اللي قدامي دل على حاله الاستقبال، فليس هناك ما يدل على الزمن الماضي، ادي واحد. نمرة اتنين، معتمد على وصف. طبعا لما اقول حضر فعل ماض وكلمة معلم فعل مرفوع، مفهوم طبعا هتبقى نعت لكلمة معلم، ونعت سببي طبعا مرفوع بالضمة، وبالتالي يبقى اسم المفعول هنا عامل لان الشرطين تحقق اللي هما دل على حاله الاستقبال. الشيء التاني انه اعتمد على الموصوف هنا او اعتمد على الوصف، وبالتالي عامل تكون كلمة شرحه هي المعمول بتاعه، واعرابه احنا مغمضين على طول طبعا كالعادة نائب فعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، والهاء كالعادة ضمير مبني في محل جر يا أولاد مضاف إليه. طيب لما اجي اقول يا أولاد ما مهضوم حق الضعيف، ما مهضوم حق الضعيف، طب تعالوا نبص هنا على المثال ده، فين اسم المفعول؟ طبعا على طول كلنا اشرنا اليه، كلمة مهضوم اسم المفعول اللي قدامي طبعا جاي من فعل ثلاثي، الفعل منه ايه؟ طبعا هضم، فعل مبني المجهول. طيب كلمة مهضوم هنا كاسم مفعول عامل ولا غير عامل؟ لا طبعا عامل 100%، حالته قدامي ايه؟ مجردة من قل. وعامل؟ اه عامل طبعا، الشرطين اللي احنا عايزينهم موجودين، اولا دل على حاله الاستقبال، ادي رقم واحد، لانه ليس هناك في المثال ما يفيد الزمن الماضي. طب نمرة اتنين، انه معتمد على ايه؟ معتمد على نفي، واحد من الخماس اللي قلنا عليها لازم اسم المفعول يعتمد على واحدة منهم. ايه هم الخماس اللي عندي قلناهم تاني؟ قلنا يعتمد على مبتدأ او نفي او استفهام او وصف او نداء، لازم واحد من الخمسة. طبعا انا معتمد على النفي، اذا بالتالي اسم مفعول عامل 100%. طيب اين معموله؟ طبعا ما بعده مباشرة هي كلمة حق، واعرابه طبعا نائب فعل مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة، تمام. طيب مثال كمان يا اولاد، تعالوا نشوف لو انه اسم المفعول اللي عندي مشتق من فعل متعدي لمفعولين. اقول اممنوح الطالب الجائزة، اممنوح الطالب الجائزة. طبعا لو بصينا على المثال اللي قدامي هجد ان كلمة ممنوح اسم مفعول من فعل ثلاثي، هو الفعل منحة. طبعا عامل؟ طبعا عامل، كل الشروط توفرت فيه، طبعا حالته مجرد من قال قدامك، اذا ما دام نكره يبقى لازم نبص له على شروطه، ايه الشروط اللي توفرت فيه عشان يكون عامل؟ الشرطين موجودين. الشرط الاولاني انه دل على حاله الاستقبال، فليس في المثال ما يدل على الزمن الماضي. نمره اتنين، انه معتمد على استفهام، يبقى اذا بالتالي اسم مفعول عامل. لكن خلي بالك بقى من كلمه ممنوح، هل كلمه ممنوح اسم المفعول ده مشتق من فعل متعدي الفعل واحد ولا المفعولين؟ تمام، طبعا لمفعولين، اذا بالتالي له كم معمول؟ له معمولان، المعمول الاول انه رفع نائب فاعل وهي الطالب، المعمول الثاني انه نصب مفعول به ثاني وهي كلمه ايه؟ جائزه. مثال اخير، اقول يا مستجابا دعاؤه ابشر، يا مستجابا دعاؤه ابشر، اسم المفعول كلمه مستجاب من فعل طبعا غير ثلاثي، حالته برضو مجرد من قال، عامل 100%، الشرطين توفروا، الشرط الاولاني هنا انه هو دل على حل الاستقبال، الشرط الثاني انه معتمد على نداء، اذا معموله كلمه دعائه تبقى على طول وانا مغمض نائب فعل مرفوع وعلامه الرفع الضمه ظاهره. معلومه وملحوظه اخيره خدوا بالكم منها كويس قبل ما نختم حلقتنا، اقول يجوز اضافه المشتق سواء كان اسم فاعل او اسم مفعول او صيغه مبالغه الى المعمول بتاعه، ويبقى المعمول بتاعه مضاف اليه في الحاله دي، تمام؟ زي لما اقول مثلا على سبيل المثال، مثلا لو قلت المؤمن، مثلا على سبيل المثال يعني لما اقول المؤمن فاعل الخير، المؤمن فاعل الخير، يبقى كلمة فاعل هنا اسم فاعل اهو، الخير هنا مضاف اليه مجرور عامل جر كسر. اقول المؤمن مستجاب الدعاء، يبقى الدعاء هنا مضاف اليه مجرور بكسر، يبقى اذا بالتالي يجوز اضافة المشتق الى ايه؟ الى معموله، ويبقى مضاف اليه بعديه. ابنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي، ارجو من الله عز وجل ان يكون الجميع استفاد من شرح النهارده اسم المفعول وصياغته واعماله بشروطه بالامثله اللي قلناها. ان شاء الله باذن الله تعالى في حلقه قادمه باذن الله هنتناول مع بعض بالدراسه والبحث مجموعه كبيره جدا من التدريبات ان شاء الله علشان الجميع يقدر يحل السؤال ده ببساطه. اشكركم لحسن المشاهده والانصات والاستماع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.